دعما للتعاون الثنائي بين البلدين. وأمساها يؤكد استعداد الجزائري لمرافقة غينيا في مسارها الاقتصادي والتنموي. مشروع توأمة بين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ونظيره الإسباني تعزيزا للسلامة المرورية. وزير الداخلية يدعو إلى اعتماد تقنيات وتدابير فعالة للإنذار الفوري للحد من حوادث المرور. دعما للاقتصاد المحلي والوطني، تدشين 3 وحدات جديدة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس لتنويع المنتجات وبلوغ التنافسية العالمية. المسرح الجهوي لقسنطينة يحمل اسم عندليب سيرتا الراحل محمد الطاهر الفرجاني ويحتضن الطبعة 10 للمهرجان الدولي للملوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، وفي التعاون، استقبل أمس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تشين يوان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. اللقاء سمح باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين البرلماني والسياسي، حيث أكد الطرفان على ضرورة العمل على الحفاظ على الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين الغرفتين عن طريق تبادل الزيارات والوفود وكذا تنسيق المواقف في المحافل الدولية. الطرفان تناولا أيضا العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، سيما ما تعلق بمحاربة الإرهاب وتسوية النزاعات في إفريقيا. كما استقبل وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان نائب وزير التجارة الصيني، وتناول الطرفان سبل دعم التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالنقل والأشغال العمومية، خاصة فيما يتعلق بمشروع ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية. وفي هذا الصدد أكد زعلان على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذا المشروع الهام والاستراتيجي، والذي سيكون مستقبلا قطبا اقتصاديا ومحورا للمبادلة التجارية على المستوى الإقليمي. تباحثنا سبل التعاون بيننا فيما يخص الأشغال العمومية والنقل، علما أن الجزائر ستطلق مشروع إنجاز ميناء الجزائر الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية للنقل البحري والأنظمة المينائية من خلال توفير كل الهياكل القاعدية الضرورية بمقاييس عالمية. تناول أوجه التعاون فيما يتعلق بالأشغال العمومية والنقل عموما، ولكن خاصة بالنسبة لميناء الجزائر، المشروع الذي تعتزم الحكومة الشروع فيه، وطلعت بالعناية والكبيرة لفخامة رئيس الجمهورية يوليها لهذا المشروع الحيوي والهام والاستراتيجي اللي راح يرقى ببلدنا فيما يتعلق بالأنشطة المينائية وفيما يتعلق بالنقل البحري إلى مستوى عالي، باعتبار أنه يمر عبر طريق بحري فيه تقريب 21% من المبادرات التجارية العالمية، ومربوط كذلك بطريق سيار نحو دول الإفريقية. في التعاون دائما، انطلقت أمس أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية الغينية برئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية والغينيين في الخارج لجمهورية غينيا مامادي توري، لبحث سبل تفعيل ودعم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين. وبالمناسبة، أكد الطرفان أن انعقاد هذه الدورة يعد ثمرة الإرادة السياسية على أعلى مستوى لإعطاء ديناميكية أكبر للتعاون ليرقى إلى مستوى العلاقات الثنائية المتميزة. المزيد مع منى أحمد حراش.
بين الجزائر وغينيا آفاق واعدة للتعاون الثنائي والعمل المشترك في شتى المجالات، وفرص هائلة للشراكة الاقتصادية ستتعزز لا محالة في ظل إرادة سياسية رسمت آفاقها اللجنة المشتركة التي التأمت اليوم في دورتها الثالثة تحت رئاسة مشتركة لوزيري خارجية البلدين. 10 اتفاقيات ستوقع في ختام أشغال هذه الدورة، وبروتوكولات تعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة الخارجية دعما للرؤية المشتركة. Par ce acte historique, nous créons une nouvelle opportunité pour mieux encadrer le renforcement de nos relations bilatérales, explorer le potentiel encore inexploité de nos deux pays en vue d'approfondir davantage notre coopération. Je voudrais souligner ici que nous avons beaucoup de raisons de croire que dans la longue marche que nous entamons pour l'émergence, l'Algérie nous fera bénéficier de son expérience et de son expertise. Votre présence aujourd'hui à Alger traduit toute évidence notre volonté commune d'approfondir la coopération bilatérale et d'insuffler à nos relations une dynamique nouvelle. Cette session devrait, par conséquent, nous permettre d'examiner toutes les possibilités de nature à donner une forte impulsion à notre coopération. Au-delà de l'évaluation des actions déjà engagées, Monsieur le ministre Chaffrère, il nous revient de lancer de nouveaux axes de coopération entre nos deux pays et de l'imprimer un saut qualitatif. Dès lors, il nous appartient, au cours de cette session, d'envisager toutes les possibilités de renforcement et de diversification de notre coopération et créer les conditions favorables au développement de nos échanges. Dans l'organisation de cette entreprise, les hommes d'affaires de nos deux pays devraient jouer un rôle crucial. La mise en place d'un forum des hommes d'affaires s'inscrit dans cette optique et des rencontres sur une base périodique des opérateurs économiques de nos deux pays devraient être encouragées. غينيا التي ترأس حاليا الاتحاد الإفريقي ترى في الجزائر الشريك الاستراتيجي الذي يملك الخبرة والإمكانات والآليات الكفيلة بمرافقتها تنمويا وأمنيا، ومحور الجزائر كوناكري يبين عن رؤية توافقية بأبعاد إفريقية تمتد جذورها عبر الزمن بمستقبل أكثر إشراقا. كما استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة وزير الشؤون الخارجية والغينيين في الخارج لجمهورية غينيا مامادي توري. اللقاء تناول واقع العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وسبل إنعاشها وتطويرها في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، لا سيما المواصلات منها لدفع التعاون الثنائي في إطار ما ستتمخض عنه الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية الغينية. وزير الشؤون الخارجية والغينيين في الخارج لجمهورية غينيا استقبل أيضا من قبل وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي. Mais nous avons donc mis l'accent sur la coordination entre l'Algérie et la Guinée, et pour pouvoir non seulement sensibiliser les jeunes qui sont chez nous et qui sont tentés par l'aventure, mais aussi ceux qui sont déjà là, qui respectent les lois du pays, la loi en matière d'immigration, et que ceux qui ne sont pas en situation régulière, et s'ils doivent être rapatriés, qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse les prendre à main ensemble pour les faire retourner en Guinée. في مجال التعاون في قطاع العدالة، زار وزير العدل الغيني الشيخ ساكو مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، حيث جاب مختلف أقسام المؤسسة خاصة جناح النساء والقُصّر، واطلع على التجربة الجزائرية في تطوير المؤسسات العقابية. وفي التعاون الجزائري المجري، استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل كاتب الدولة لوزارة الخارجية والتجارة المجري تسابا بالوغ، وهذا عشية انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين. آه
أنا بالجزائر في إطار اللجنة المختلطة الجزائرية المجرية التي تنعقد غدا. خلال لقائنا هذا تطرقنا إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر والمجر. هي علاقة صداقة ضاربة في التاريخ، ومن واجبنا اليوم إعطائها دفعا أقوى مع تعزيز علاقتنا السياسية والاقتصادية. وقد تأكد لنا أن مبادئ سياستنا الخارجية مشتركة تولي اهتماما كبيرا لمسألة السلم والأمن والسيادة الوطنية للدول. كما استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي كاتب الدولة لوزارة الخارجية والتجارة المجري تسابا بالوغ. الطرفان تطرقا إلى سبل تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، سيما في مجال الفلاحة والصيد البحرية. هذه الدورة ستتعرض لأكثر من 12 انقطاع هم محل دراسة بين الخبراء، واللي غدا سيتم إمضاء المحضر المشترك بين الوفدين، وسيتم الاتفاق عليها غدا بإمضاء هذا المحضر وإمضاء أكثر من 4 أو 5 اتفاقيات وبروتوكولات تهم هذه القطاعات، واللي كما قلت ستعطي دفع جديد إلى العلاقات التي تربطنا بين المجر والتعاون الاقتصادي في إطار عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة. تحدثت مع معالي الوزير حول مجالات التعاون الفلاحي، خاصة تربية المائيات والصيد البحري والمحاصيل الكبرى وسبل الشراكة الناجعة بين البلدين. أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ملتقى اختتام برنامج التوأمة بين الجزائر وإسبانيا في إطار برنامج دعم وتنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والمتعلق بدعم المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات تعزيزا للسلامة المرورية. الملتقى حضره المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وقائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، وسفير الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، وعدد من الفاعلين في مجال السلامة المرورية. إلى معشير. لا تزال حوادث المرور تشكل هاجسا يؤرق كاهل السلطات العمومية الباحثة عن سياسات جديدة لاحتواء الظاهرة ونقل تجارب ناجعة في هذا المجال، كالتجربة الإسبانية من خلال مشروع التوأمة بين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والمديرية العامة للطرقات الإسبانية الذي اختتمت فعاليته اليوم بعد سنتين من الأشغال. إن نتائج هذا المشروع ستسمح دون أدنى شك من تثمين جهود السلطات العمومية في إطار الاستراتيجية الجديدة الرامية لمكافحة هذه الآفة المرورية، ووضع ورشات عديدة وأولوية لتحكم دائم في هذه المعضلة بأحدث التقنيات والوسائل. وقد كانت التجربة التي حضرناها معاً طيلة السنتين الفارطتين جد مثمرة، بدءا بإقرار قانون جديد للسلامة المرورية تم بموجبه مركزة معالجة هذا الملف حكوميا على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في إطار استراتيجية شاملة للسلامة المرورية. الجانب الإسباني الذي عرض تجربته الرائدة ثمن التدابير والإصلاحات التي بادرت بها الجزائر، مستعرضا مجمل النشاطات التي ميزت هذا التعاون. لقد تطرقنا خلال هذا المشروع إلى كل الجوانب المتعلقة بسلامة المرورية. تطرقنا إلى التربية المرورية، الرقابة، وكذلك مسائل التنظيم المؤسساتي والقانوني. أريد أن أؤكد على جانب هام، وهو أن السلامة المرورية لن تنجح ما لم يقتنع المجتمع بذلك، وهي مسؤولية مشتركة بين الجميع. يهدف أساساً إلى تكوين مكونين وكل المجالات التنسيقية بين الإدارات المعنية، سواء من الدرك الوطني أو مصالح الأمن أو الحماية المدنية. وتراهن الجزائر على قانون المرور الجديد الذي يعتمد على الرخصة بالتنقيط، إلى جانب التحسيس المتواصل لمواجهة هذه الظاهرة.
برلمانيا، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة اجتماعا استمعت فيه إلى عرض قدمه وزير المالية عبد الرحمن راوية بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة حول نص قانون المالية لسنة 2018. وعرج راوية خلال هذا الاجتماع على السياق الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم في إطاره إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 وأهم مؤشرات التأطير المعتمدة فيه. كما تناول راوية السياسة الميزانية المنتظر انتهاجها خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020، وكذا التدابير التشريعية المقترحة التي تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي. أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أمس خلال إشرافه على تدشين 3 وحدات جديدة تابعة للمؤسسة الوطنية للصناعة الإلكترونية لسيدي بلعباس، أكد أن الدولة برمجت استثمارات هامة من أجل تطوير هذه المؤسسة الرائدة في مجال الإلكترونيك، ما يستدعي تضافر جهود الفاعلين من أجل استغلال أمثل لهذه الاستثمارات والتي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني. يقول طاهر بلعيدوني: بتجربتها المهنية الطويلة تشكل المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس قطبا إلكترونيا بامتياز. كفاءات مهنية جزائرية ومخابر للبحث والتطوير تراعي أدق تفاصيل التكنولوجيا الحديثة. Les équipements, la qualité des équipements qui sont présents dans ce laboratoire de recherche et développement, la qualité des ingénieurs, la qualité des chercheurs leur permet d'aller de l'avant et d'avoir des produits à haute valeur ajoutée et non pas uniquement les téléviseurs. Qadrin, Lyon, ils conquièrent d'autres marchés, d'autres applications électroniques. مجالات لإنتاج مختلف الأجهزة الإلكترونية وأخرى للقياس والحساب. وقف عندها يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الذي استمع لشروحات تقنية تعكس مدى امتلاك التكنولوجيا الرقمية ومختلف استعمالاتها. Il y a une autre application sur laquelle j'ai insisté, je continue à insister, c'est le dessalement des eaux saumâtres, en particulier au sud, grâce à l'énergie solaire. Nous avons beaucoup d'eau saumâtre qu'il faut absolument rendre propre à la consommation, en particulier pour l'agriculture. Si on trouve un système économique pour utiliser l'énergie solaire et adoucir l'eau, نحيولها الملح نتاعها كامل, c'est un gain énorme pour l'agriculture algérienne et pour le pays. في آفاق المؤسسة تطوير مجالات البحث لتساهم في حركية التنمية. انطلقت في التعاون الجزائري الفلسطيني شفا أمس وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي مراد مالي بالمدرسة العليا لضمان الاجتماعي بالعاصمة على انطلاق أشغال الدورة التكوينية في مجال ضمان الاجتماعي لفائدة إطارات الضمان الاجتماعي الفلسطيني بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل بالجزائر. وتهدف هذه الدورة إلى تقديم التجربة الجزائرية في المجال ومرافقة الجانب الفلسطيني في وضع هيئة جديدة للضمان الاجتماعي. مراد زمالي أكد أن هذا اللقاء يعد وجها آخر للتعاون والتضامن مع الشعب الفلسطيني. هذه الدورة تدخل في تعاون مع بين الدولة الجزائرية والدولة الفلسطينية في مساعدة إخواننا الفلسطينيين في بناء منظومة اجتماعية كاملة واستفادة من التجربة الجزائرية، لأن منظومة الضمان الاجتماعي الجزائري هي منظومة متكاملة تخص كل الميادين وتغطي كل الأخطار. ولهذا هذا الدورة لمدة 4 أيام سيزورنا عدة مهيئات تابعة للضمان الاجتماعي. نحن في فلسطين أنشأنا مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل سنة واحدة، وبالتالي مؤسستنا هي مؤسسة حديثة نتطلع إلى بنائها من خلال تجربة مثل تجربة الجزائر لنشكل حماية وغطاء اجتماعي للمواطن الفلسطيني الذي هو بحاجة لهذه التغطية الاجتماعية.
في الذاكرة التاريخية ولأن الجريمة لا تموت بالتقادم، تستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في حق سكان الأغواط، وذلك إبان المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي. كان ذلك ما بين 2 و4 ديسمبر من عام 1852. فإذا مقران تعود بنا إلى تفاصيل هذه الجريمة أو بعضا منها. ذكرى استعمال أول سلاح كيماوي الكلوروفورم تعود اليوم. متحف المجاهد يرجع بنا إلى ذات 2 ديسمبر من عام 1852. الجنرال لابنير قائد القوات الفرنسية في أفريقيا الجنرال ماري مونش الذي كان قد سبق له أن عد الخرائط عن الأغواط، والعقيد السفاح بيليسي الذي أصبح بعد اقتحام الأغواط جنرالا رقته فرنسا مباشرة بعد ذلك، وكذلك الجنرال بوسكارين، ثم الجنرال بيليسي الذي جاء من الهندية، والجنرال دوليني. هذه المادة الكيميائية التي تم اكتشافها في 1831 وتم استعماله لأول مرة في 1847 كمخدر، وقد تبين أنها مادة سامة جدا، ولذلك إذا كان استعملناها بجرعات قوية فتقتل، يعني تعتبر كسلاح كيميائي. بأرض الأغواط وفي عام الخلية ومنذ 165 سنة أمطرت قذائف المدفعية الفرنسية مواد سامة بهدف إبادة زهاء 3000 شهيد أغواطي جزائري. لم يكتف الفرنسيس بذلك، بل تم حرق الجرحى داخل أكياس معبأة بمادة كلوروفورم، والباقي تم رميهم داخل الآبار. تعرضت الأغواط إلى كل فظائع الحرب وعرفت كل التجاوزات التي يمكن أن يقترفها العساكر محمومين لمواجهة شرسة للأهالي. شوارع الأغواط اكتظت بالشهداء، وها هي المقبرة التي تعبق رياحين ومسقية بدمائهم الزكية شاهدة على الجريمة. هي صفحة من صفحات المقاومة الشعبية التي قادها الثائر ناصر منشهرة، نقرأ بعض تفاصيلها اليوم ونقف وقفة إجلال للقبائل الثائرة التي ما استكانت والتي استعملت ضدها كل وسائل الإبادة. محرقة الأغواط. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان نفسيهما أمس للسلطات الأمنية بالقطاع العسكري لأدرار، ويتعلق الأمر بكل من ميم عثمان وألف علي اللذان كان بحوزتهما رشاش من نوع FMPK مع ماسورة ومخزن وصندوق أشرطة للذخيرة وبندقية تكرارية وأربعة مخازن ذخيرة خاصة برشاش ثقيل من نوع ديكتاريوف وخمسة أجهزة اتصال لاسلكية، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر ب 3225 طلقة. وتندرج هذه النتائج النوعية في سياق الجهود الحثيثة للجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن لاجتثاث آفة الإرهاب من بلادنا وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربع الوطن. دوليا وفي اليمن، تطورات متسارعة بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث دعا الرئيس عبد رب منصور هادي إلى فتح صفحة جديدة بتوحيد الصفوف والوقوف جميعا ضد المسلحين فيما يتصاعد العنف بشكل غير مسبوق بصنعاء. تقرير عائشة بوبريق. فصل جديد من فصول المأساة اليمنية يخيم كالشبح على مستقبل البلاد بمقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ففتح صفحة جديدة مع دول الجوار وفض الشراكة مع الحوثيين لم يكتب لهما أن يريا النور. علاقات شد وجذب بين أطياف الأزمة اليمنية منذ بداية العام، ومع نهايته كانت نهاية صالح. صالح السياسي العسكري الذي حكم اليمن 33 عاما كأول رئيس منتخب للبلاد نجا من 5 محاولات اغتيال قبل أن يقبل بالمبادرة الخليجية بدعم أممي ودولي والتي منحته الحصانة مقابل استقالته. بعدها تحالف مع الحوثيين العام 2014، ثم انفرط عقد هذا التحالف وتحول إلى صراع انتهى اليوم باغتياله. 245 قتيلا حصيلة اشتباكات ومواجهات بصنعاء في الساعات الماضية بين الحوثيين وأنصار الرئيس المختال صالح،
وسط دعوات أممية تناشد أطراف النزاع وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى يتسنى لليمن أن يبعث من أنقاضه سعيدا كما كان. وفي آخر تطورات الوضع، أعلن مكتب الأمم المتحدة في اليمن أن موظفي الإغاثة علقوا أعمالهم بالعاصمة صنعاء نتيجة تواصل العنف، ودعا جميع الأطراف إلى هدنة إنسانية. هذا وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن الجيش يستعد لأكبر عملية عسكرية لتحرير صنعاء من المتمردين الحوثيين بالتنسيق مع رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي، وسيتم تنفيذها خلال الساعات المقبلة. بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أضخم تدريبات عسكرية جوية في تاريخهما فوق شبه الجزيرة الكورية، فيما جددت كوريا الشمالية انتقاداتها ضد التدريبات متهمة واشنطن بتصعيد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. هذا ومن المرتقب أن يقوم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في العلاقات السياسية الأمريكي جيفري فيلتمان بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية للتحدث مع مسؤولي كوريا الشمالية. عودة إلى أخبار الوطن، حيث أشرف وزير الثقافة عز الدين مهوبي بقسنطينة على إطلاق اسم الراحل محمد طاهر فرجاني على مبنى المسرح الجهوي للمدينة بقرار من رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة، كما افتتح فعاليات تظاهرة المهرجان الثقافي الدولي للملوف بحضور وجوه فنية تم تكريمها بالمناسبة. المتابعة ليندا شعبان. هي الطبعة العاشرة من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بالمسرح الجهوي لقسنطينة الذي حمل اسم أيقونة المالوف الحاج محمد الطاهر الفرجاني. التظاهرة حضرها وزير الثقافة عز الدين مهوبي. هذه التسمية لها دلالات كبيرة، هي دلالة العرفان والوفاء والتقدير، فالأستاذ محمد طاهر الفرجاني الذي هو بمثابة المدرسة التي تنهل منها الأجيال وتتعلم منها وتأخذ منها منهجية الحفاظ على التراث الفني الأصيل وهو المالوف، والحمد لله أن عزائنا في رحيله هو بقاء أبناءه وأحفاده وكثير ممن أخذوا من هذه المدرسة وهم يواصلون هذه المسيرة الطويلة. نتمنى من الجمهور القسنطيني، نتمنى من محبي المالوف في المدينة أنهم يلتفوا حول المهرجان، لأن المهرجان مهرجان المدينة، والآن هذا المهرجان الدولي للمالوف هو المتنفس الثقافي الوحيد للمدينة. الحاج ربي يرحمه، هو الأمنية نتاعو ديما كي كنت معاه ندور في الطنوبيل نجوزو على التياتر يقول لي الأمنية تاعي التياتر إن شاء الله يتسمى باسمي، والحمد لله الأمنية نتاعو راهي تحققت. كما تم بالمناسبة تكريم الأسرة الفنية وتسليم بطاقات الفنان على عدد من الوجوه الفنية بالولاية. إلى الفن السابع الآن، حيث خصصت الطبعة الثامنة لمهرجان الجزائري الدولي للسينما من خلال الأفلام القصيرة وقفة لمعاناة اللاجئين على غرار اللاجئين الصحراويين. روبورتاج سعاد رخروخ. 3 كاميرات مسروقة، وقفة استنكار ضد الاحتلال الغاصب، وسعي من أجل حياة أفضل. الفيلم الوثائقي الذي شد أنظار الجمهور محاولة جريئة لنشطاء صحراويين لكسر الحصار الإعلامي. وعلى نفس الخط تبعه العمل الوثائقي الجزائري سالمين للمخرج رابح سليماني. رسالتنا هي يعني نداء استغاثة للمنتظم الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال. الوعود التي لم تفي بها حليمو عمل عالج مأساة لاجئة صومالية تركت في لذات كبدها وهاجرت إلى فيينا بحثا عن حياة أفضل. نتحدث غالبا عن قصص اللاجئين الرجال، لذلك أردنا أن نعالج القضية من زاوية أخرى من خلال قصة واقعية لحليمو التي تخطت كل الصعاب في رحلة البحث عن الأمل والاستقرار. المهرجان فرصة لعشاق الفن السابع للتمتع بالأعمال الملتزمة في العالم.
إلى دار الأوبرا الآن، حيث احتضن التمسيح حفلا فنيا جزائريا صربيا احتفاء بالعلاقات الجزائرية الصربية، وذلك بإشراف وزير الثقافة عز الدين مهوبي ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. هشام بوميدة. وصلة الصداقة هو حفل فني جزائري صربي بدار الأوبرا، غنى فيه كل من جادرونكا جوفانوفيتش وأوليفر نجيغو بمشاركة الفنان الجزائري نور الدين سعودي وبقيادة المايسترو خليل باب أحمد. هذا ثمرة التعاون الثقافي الجزائري الصربي الذي تم التحضير لهذا الحفل، تم التحضير له مع فنانة كبيرة لها حضور يعني متميز في قاعات الأوبرا في العالم، سبق وأن اكتشفها الجمهور الجزائري قبل عامين، ولأهمية ما تقدمه ولتعلقها أيضا بالتراث الجزائري فإننا رأينا أن ننظم لها حفل، وتنتقل في السنة، قبل سنتين انتقلت إلى قسنطينة وهذه المرة ستنتقل إلى وهران. مزيج يعني بين بعض الأغاني الكلاسيكية المعروفة عالميا، وكذلك هناك بعض الوصلات تقليدية من دولة صربيا، وبالمقابل السيد نور الدين سعودي اقترح لنا برنامج للموسيقى الأندلسية، وهو انقلاب سيكا، ومن بعد موصول بفالس سيكا. الحفل يحتفي بالعلاقات الثنائية الجزائرية الصربية في انتظار إحياء الحفل ذاته بوهران يوم السادس من هذا الشهر. بهذا إذن نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.